وفي وسطيني ما يخفاش عليا عليا ما يخفاش عليا. تعالى ابن المخفية. بقولك ايه؟ يعني انت والحر والقرف اللي انا فيه ده على انتوا ثلاثه عايز ايه يا اخويا؟ قاطرني ليه؟ سيب القميص لا تقطعيه. اديني خفت القميص اتفضل. ها يا بنت. ها كنت عايز اعزمك على السينما. عايز تعزمني عليا روح امك السينما؟ يا بنت تعال يا ناس تعال يا هو تعال يا اخويا. شوف بيقول لي ايه؟ السينما دي تروح امك مع ابن جيران اختك مع ابن عمك لكن عليا روح امك. لا 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 انا هسفلك تراب المنطقه دي كلها. لا 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 حقيقي انت قليله الادب وسافله. لم نفسك. ألم نفسي يا ابني. ايوه لم نفسك ابن الكلب. يا ابن الكلب انا اللي لم نفسي. ايه ايه ورده في ايه؟ ايه ورده ايه ورده في ايه ولا انت في ايه ورده؟ الراجل الوسخ ده ماشي من الصبح قاطرني. اترك اوعى توهني اوعى توهني هاتوا الدفاتر تجاره هو ده اللي بيبص لي. خلاص انا اخد عن امك يا اجري يا هدى مالكش دعوه بنات الناس. فاهم فاهم. يلا 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 الشهاده للرئيس برعي. وهو يا شغال عندك انت الرئيس برعي بتاعك ده؟ الرئيس برعي ده بتاعي؟ انت عدي كلام يا بنت ده؟ عدي يا اخويا ولعلمك بقى لو مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. طب انا هقول لك الكلام ده للرئيس برعي. يا لهوي خضتني يا اخويا خضتني قوي. طب لعلمك بقى طز فيك وفيه. يا نهار ابوك اسود. بتقول انا؟ ده انت اللي نهار ابوك وامك واللي شدت لك اسود بالعرض الخبيث. يا نهار ازرق يا اخي. الله مالكم انا الراجل في ايه يا عم مرسي؟ تعال شوف اختك بتطول لسانها عليا وعلى الرئيس برعي. بتتجننت يا بنت ولا ايه؟ انا خلاص فاض بيا ومش عايزه حد يحك لي الترتيب من اخيري. يا بنت العلقه اللي انت عاملاها ده على الصبح. تعال شوف الرئيس برعي. البنت ورده لعنت فيك ولعنت فيا يا معلم. بقول لها عيب يا ورده ده الرئيس برعي. قالت لي طز فيك وطز في الرئيس برعي بتاعك. يا عم اهدى شويه انت جاي تسخنها وتولعها. معلش يا معلم برعي. انت قلت كده بت؟ ايوه قلت. ايوه ايوه قلت. هتعمل ايه يا برعي؟ هتشنقني؟ برعي؟ برعي حد كده؟ خلاص بقى بنت في ايه؟ لمي نفسك شويه. معلش معلش يا ريس برعي. استنى بس. بت زي دي هتهزاني؟ بت بنت يا اخويا. لا يا قمر. فوق يا حبيبي. احنا هنا كلنا اولاد تسعه. كلنا شغالين عند الحاج يا عينيا. يا بت لمي نفسك بقى. اوعى بقى. انت عايزه توصلي ليه؟ عايزه تخرب علينا؟ جرالك يا بت؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت مفيش حد مالي عينك؟ ايوه مفيش حد مالي عيني يا برعي. مفيش حد مالي عيني. يا نهار ازرق استهدي بالله انت طالعه. اوعى. حقك عليا يا معلم حقك عليا. اوعى ايدك اوعى. البت دي مش عربي النهارده. طز فيك. ايه يا بنت اللي انت عملتيه ده؟ انت اللي خبلتي في نفوك ولا ايه؟ انت عارفه ايه اللي عملتيه مع المعلم برعي؟ معلش يا حاج ابوس ايدك سامحها. يعني عجبك اللي هي هببته ده؟ وانا هببت ايه يا حاج؟ بصراحه بقى كده انا خلاص قرفت من الشغل هنا. ايه؟ اخرس يا بنت قطع لسانك. انا راضي حكمك يا حاج. اقعدي البنت دي هنا كوم واقعدي كوم تاني. ده كلام يا معلم برعي. بشندي لما حاجتك وعيالك وغوره من هنا. مالكوش شغل عندي هنا تاني. ايه
ايه يابا خير؟ الحاج قال لكم ايه يابا؟ اختكم خربت علينا. الله يهنكم يا عيال، يلا بينا. بتقول طردتهم يا حاج؟ ليه يا اخويا؟ ايه اللي حصل؟ وازاي البت دي تقول كده؟ هي البت دي مش امام حد. بس بقولك يا بيجة، مفيش داعي حد يعرف اللي حصلنا، يعني خليهم فمنهم لسه شغالين عندي. بس لو الولا فتحي بالذات سأل عن البت، بقول لا وحصل يعني وسأل عليها، قولي له ان انت لما بتعوزيها بتبعت لها. اي ماشي ماشي. طيب مع السلامه يا حاج. شوف وشك بخير يا حاج. كل شيء اسمه نصيب. مع السلامه. يعز علينا فراقك يا حاج. قلنا كل شيء اسمه نصيب يا حاج. خد دول. يدوم عزك يا حاج. السلام عليكم. بقول لك يا بشندي. نعم. في البطنيه هنا بعد كده مفيش لا سكن ولا شغل، مفهوم؟ اللي تؤمر بيه يا حاج. السلام عليكم. لا حول ولا قوة الا بالله. يا بنت اهدي اهدي بقى وروقي. انا عايز افهم انت بتعيطي ليه؟ احنا مش متفقين على كل حاجه وانت مثلتي دور كويس. ايوه يا سي فتحي، بس انا صعبان عليا قوي، بهدلت ابويا واخواتي. مين اللي قال بس انهم هيتبهدلوا؟ دول هيشتغلوا معايا. وانا هشتغل فين؟ هتشتغلي عندي برضه، بس مش هنا في المحل. امال فين؟ في البيت. هشتغل عندك ايه في البيت يا عمر؟ شغاله ولا ايه؟ شغاله؟ اخص عليك يا ورده، هو ده مقامك عندي برضه؟ انت هتبقي ست. صباح الفل يا باشا. ازيك يا فتحي؟ ازيك يا سالم؟ الحمد لله يا باشا تمام. امال البيت ورده فين؟ موجوده يا باشا. طيب ابعتها لي عشان عايزها تروح تشتري لي حاجه. عينيا يا باشا. حالا لا شيء عليك يا باشا. وايه اللي جابه يا اخويا بدري قوي كده؟ وعايز مني ايه؟ يا بنتي يا بنت، احنا مالنا؟ هو عايز منك ايه؟ احنا هنحاسبه. اجري يلا شوفي عايز ايه بسرعه. طيب امسك. طيب انا في القهوه احسن، بعدين تفوق. نعم يا سي فتحي. طب ايه؟ في صباح الخير؟ بس كده؟ صباح الخير. طب تعالي، انت واقفة عند الباب ليه؟ تعالي خش. عايز ايه يا سي فتحي؟ يا بنتي تعالي خش. وحشتيني، وحشتيني قوي. لحقت من امبارح اوحشة؟ لا، بطلودة وسمعودة. امبارح ايه؟ ده امبارح واول وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. يا بنت انا مش عارف ايه اللي جرالي. انت عملتي فيها ايه؟ انا يا اخويا ما عملتش حاجه فيك، انت اضرب روحك. مش المفروض برضو انت اللي تدري بيا؟ لا 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 لا، ما فيناش من مد الايد. يلا قول انت عاوز ايه، عندي شغل كتير. عايز اشوفك. يو ده ايه اصله ده؟ من قدامك اهو. لا يا بنت، عايز اشوفك بره. يا لهوي. لا يا اخويا انا ملياش في الكلام ده. الكلام ده تعمله مع النسوان اللي انت داير معاهم، لكن انا لا. يا بنت انا بحبك. ها اشوفك امتى؟ بعينك. انا قلت لك انا ملياش في الحاجات دي. انا مش فاهم يا ورده، انا مش فاهم انت بتعذبيني كده ليه. انا ولا عارف اذاكر ولا عارف انام ولا عارف اعمل اي حاجه، ولو سقطت السنه دي هبقى سقطت بسببك. طب انت طول عمرك بتسقط، كنت انا برضو السبب. عندك حق، بس الكلام ده قبل ما حبك يتمكن من قلبي. جرى يا سي فتحي، انت يا اخويا هتعملهم عليا ولا ايه؟ ايه؟ مش مصدقاني؟ مش مصدقاك. انت ورده، ورده
سامي عايزه تعمل لك كوبايه شاي لحسن دماغها. فجر عند سي فتحي فوق. ايه؟ وسي فتحي جه؟ اه. امتى؟ ده من يجي 10 دقايق كده. واختك عنده؟ القهوه فارت. استني بس واسمعيني يا حبيبتي. حبيبتي الاسطوانه دي ما بتخش عليا. حبيبتي عمري روح قلبي. يا بنتي اسمعي الكلام اللي هقوله لك. اسمع انت بقى يا سي فتحي، انا اسمي اخويا ورده وهفضل طول عمري ورده مفتحه، ما حدش هيدبلني ابدا. الاسطوانه دي بقى يا اخويا تقولها للنسوان اللي بره، يعني بمعنى اصح تدبلهم، لكن انا اعمل لك شيء. كنت فوق عنده تعمل ايه يا بنت؟ تكون بعمل ايه؟ كان عايز مني شاي. شاي؟ شاي كل قاعد دي عشان يقول لي تعمل لي شاي. طابت كنت كمان موضب له المكتب فيها ايدي بقى. وهو ايه اللي عادوا في مكتب ابوه؟ هو ايش عرفني يا اخويا؟ اطلع اساله وقال له ايه اللي ما عادك في مكتب ابوه؟ فجرني يا حاج. انت داخله زي المرودة كده يا بنت؟ وين عايزه ايه؟ فين ابني يا حاج؟ وديت ابني فين؟ ابنك؟ ابنك ده ايه؟ لو انت كنت اتجوزتي. ايوه اتجوزت ابنك على سنة الله ورسوله، والواد اللي انت خطفته ده ابنه عشان تحرق قلبي. ايدك يا حاج. ابوس ايدك بلاش ابني، ابوس ايدك والنبي يا اكرم جاهدني، انا هعمل اللي انت عايزه. برعي شوف ايه العالم الزباله دي؟ ايه الهفاطه اللي انت بتقوليها ده يا بنت؟ انت جايه من اي مصيبه؟ بقى عدم المؤاخذه يا حاج، اصل ورده اختي يعني ايه؟ بصراحه بقى يا حاج عيب اللي انتوا عملتوه مع اختي ده. عيب؟ انت بتقول قدامي انا عيب؟ ارمي الزباله دول بره. بقول لك ايه يا حاج؟ من الاخر كده احنا مش هنخرج من هنا غير لما ناخد حق اختي. انتوا مالكوش عندي حقوق وغور وخلقتي. عدم المؤاخذه يا حاج، هو فتحي بيه ما قالكش انه اتجوز ورده اختي؟ قال لي بسلامته زي حضرتك كده جالي عشان يفرحني، وانا من طيبة قلبي قلت له ماله؟ الخيرة فيما اختاره الله، هات الهانم مراتك وابنها يعيشوا هنا في حضني. ادي اللي حصل، وجاي البنت دلوقتي ترمي بلاها عليا وتقول ابني فين؟ انت كذاب، انت كذاب، انت اللي خطفت ابني. فوق يا بنت، فوق. شوف اتكلم مين؟ ده سيدك وسيد ابوك. فوق سيدك كله وفوق راسنا من فوق. اصبر على الله يكرمك. طبعا يا اخويا تلاقيك طبختها معاه، تلاقي رجالتك هم اللي خطف ابني وحرقوا شكل الكوز يا ابن الكلب. لا وحياة امك، انت زودتيها قوي يا بنت بشانكي المهم من الحال. لا اصبر عيب بقى، لا عد هنا وعيب يا اخي، ده احنا نسعي. لا تخيب فاضل يا حاج، الجرابيع دول بقوا نسيبنا. استنى يا برعي، استنى دلوقتي، في الاهم من الغلفاطه دي، في حفيدي ابن ابني اللي انا مستنيه طول عمري بتمناه من ربنا. البت دي دلوقتي جايه تقول انها ضيعته، ولا انت بتهرفطي باي كلمتين علشان تاخدي مننا قرشين؟ لا فوقي، انا هروح الاسم واعمل بلاغ ضدك انك ضيعت حفيدي، وشوف الاسم هيعملوا فيك ايه. بقى انت فاكر انت تعرف ربنا يا شيخ؟ حرام عليك، ده انت عندك ولاية، هتروح من ربنا فين يا كافر؟ كفاية عليهم كده يا حاج، ارموا الزبالة دي برا. ارموا زبالة مين؟ بص على الدور. بص على الدور. يا ولدي الكلب، 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 يا ولدي الكلب. مش كده يا وردة يا بنتي، برضو اعملي اعتبار للناس دول. لا يابا، اللي بتقوله ورد اختي هو الصح. ما تخليك معضل خير وما تشعللاش، ما تتكلم هريدي. اتكلم اقول ايه؟ اقول ايه بس يا رزبور؟ انتوا خليتوا فيها كلام. صراحة ربنا بقى انتوا ظلمتوا اختي جامد قوي. وكانوا فاكراني هقعد حط ايدي على خدي عيني واعيط بعد اللي عملوه فيا. هم انتوا لسه شفتوا مني حاجة؟ بقولك يا ولد، تعالى هنا، روح للي مشغلك وقول له مش ورده اللي تعمل فيها كده وتسكت. انا هحرق قلبكم زي ما حرقتوا قلبي يا ولد الكلب. شايف بنتك بتعمل ايه يا باشا انتي؟ ما انتوا اللي خدتوها لحم ورميتوها عظم يا ريس برعي. ما حدش خدها، هي راحت بمزاجها وعلى يدكم. لا يا حبيبي،
هو اللي كان بيجري ورايا زي الكلب وكان بيلحس تراب رجلي عشان اتجوزه. لا يا ورده، انت اللي بصيتي لفوق قوي. بتحسبي اللي العقاد هيسلم ويرفع ايده بعد ما خطفت ابنه وجوزتيه؟ لا يا عمر، كلنا يا اخويا ولاد تسعة. على الاقل بقى احنا ناس اشراف، ما بنتاجرش في الحشيش يا اخويا. لا لا لا، اهو ده بقى الكلام اللي زعل، والكلام ده بعتني الحاج مخصوص عشان اقطعه. طب قطع رقبتك على رقبته. جرى يا ولد، انت جاي تحرق دمي؟ وريني يا حبيبي عرض قفاك، وروح اقول بقى للمعلم اللي مشغلك ان ورده ما بتخافش غير من اللي خلقها. سمعت اللي قالته لك يا برعي؟ بقى انا جاي اعمل خير، تقوموا تبهدلوني البهدله دي. انت جاي تعمل خير يا غراب البين؟ تلاقيك انت يا اخويا اللي قعدت على ودانه وقومته علينا. ما انا عارفاك طول عمرك ندلي وسخ. انا عموما عملت اللي عليا. ماشي يا حبيبي، مش عملت اللي عليك يلا طرقنا. يا جماعه الراجل جاي يسعى في الخير. اسكت انت يابا، ده عامل زي ابليس. ده لو ابليس اهتدى ورجع عن طريقه ده عمره ما هيهتدي. يلا 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 وريني عرض كتافك. يلا حبيبي وريني عرض كتافك زي ما قالت لك. يلا بالسلامه. ليه الليله ده؟ الليله الصوان كان مليان على اخره، المصر كلها كانت هناك. هو مش واجب برضه ولا ايه؟ واجب ايه بس يا عم هريدي؟ ايش عشعت معاك ولا ايه؟ ده لو شافوا اي حد مننا يديله طلتين يرقاده. يا غلع ما تقولش كده، عيب. حاج العقاد برضه راجل يعرف الاصول. بيعرف ايه يا اخويا في الاصول؟ انت جرالك ايه يا هريدي؟ انت نسيت اللي عملوا فينا ولا ايه؟ واحنا يعني سكتنا له يا ورده؟ الله، هو احنا اللي عملناه فيه ده كان شويه يعني؟ هريدي بيتكلم مظبوط يا مدام ورده. احنا ما نعرفش بكره فيه ايه. وبعدين انا طول عمري اقول ان عدو الغد صديق اليوم، والعكس صحيح. كلامك حكمة يا سماك دي، والمثل بيقول اللي ما تحتاجش وشه النهارده بكره تحتاج لقفاه. يا عم احنا هنقضيها امثال ولا ايه؟ بلا وشه بلا قفاه. فكك بقى من الناس دي وخلونا في حالنا. بصراحه بقى انا ناري لسه ما بردتش مني. اعملي الواجب وكل واحد يروح لحاله. حتى الواد اللي اسمه حفظي ده طول عمره ما بينزلش من زور، بيبص لي كل بصه والتانيه. يا اخويا مش مراعي ابدا لما اتجوز بنت العقاد. ان جيت للحق يا ورده، حفظ ده قهوة من الواد اللي اسمه سمير. شفت عمل ايه مع بنت مدني؟ بس الحق يعني الحق العقاد طلع رجوله في الموضوع ده. اهو ده بقى الصراحه ثوابه هيكتب له يا ورده. اسم الله، ثوابه هيكتب له؟ امال اللي عمله معايا هيكتب له فين؟ معلش يا ورده يا اختي، اصل التعميره طالبه حنيه مع اخوكي. بقول لكم يا اخوانا، ما تفكونا بقى من القصه دي. انا جايب الراجل عشان يفرفش وينبسط، مش تنكدوا عليه. مجدي بيه خلاص بقى واحد مننا، اللي زعلنا يزعله واللي فرحنا يفرحنا. معقوله يا ورده يا اختي هنسيب المكان ده؟ ملناش دعوه، المكان ده بتاع برعي. لو خرج من السجن وعاوز ادهوله، احنا لازم نلاقي مكان في كوم السما عشان نبقى جنب الشغل. هو ده الكلام مظبوط كلامك يا ورده. لازم نعرف اخوانا ان احنا مروحنا ومجينا كل يوم والتاني ده هيلفت النظر لينا، وزي ما بتقول ورده كده احنا لازم نسكن في كوم السمن. ما كوم السمن دي يا ريدي يا اخويا ما فيهاش سكن حلو. انا مش فاهم ايه الخراب اللي احنا فيه ده، كل ما تتعدل معانا نرجع تاني. معقوله يا ناس حد يسيب الجمال والشياكه دي ويسكن في كوم السمن يا اختي؟ معلش احنا نحاول نستلقط احسن مكان هناك. المعلم بيومي بيبني بيت في كوم السمن، واللي عرفته انه بيبني ثلاث ادوار. مش المعلم بيومي ده اللي بيقعد على قهوه ابو النواس؟ بالظبط هو ده. بس يا ريت بقى ياخد ويدي معانا وما يعرضهاش علينا في الخلاو. ما تخافش انا هخليك كشكشها ما يعرضهاش. وانتوا عايزين كم شقه ان شاء الله؟ كم شقه يا معلم؟ احنا حد من المؤاخذه اتنين يعني، كل واحد فينا شقه لوحده عشان يبرطع فيها براحته. وماله، انا تحت امركم. بس الشقه ايجارها 25 جنيه وبناخد فرق تشطيب عن الشقه 2500 جنيه. 5000 جنيه يا معلم؟ لا لا كتير علينا. طب روح اسال في الشارع اللي جنبنا صاحب البيت بياخد كام تشطيب، مع ان في فرق ما بين تشطيبنا وتشطيبه. طب لو انا بقى يا معلم هاخد منك شقه هتديها لي بكام؟ انت عشان
كيس يا ستي؟ يوه ما تهزرش بقى يا هريم. والله العظيم ما بهزر، جالك عريس وعريس سقع كمان. طب ايه رايك بقى انا عارفه مين هو العريس ده؟ يا سلام، ليه بتضربي الوضع؟ ايه ده؟ ده يظهر سهل مفتاحين. هو ايه الاخر؟ كان مع مجدي يا ستي. اتاخرت كده ليه؟ معلش اتاخرت شويه. ها ايه الاخبار؟ نقول مبروك. مبروك على ايه؟ العريس. انت هتشتغلوا انتوا الاثنين؟ يلا بقى قول لنا، ها مين هو العريس؟ يا عم يا فزوره، انت لسه ما قلتلهاش لغايه دلوقتي ولا ايه؟ ريحوا نفسكم انتوا الجوز. انا بقى عارفه مين هو العريس، المعلم بيومي طبعا. عرفتي بقى انك بتضربي الوضع؟ وعرفتي ازاي ان هو؟ من بصيته ليه؟ يا بنت الكلام ده مش على اخوكي سالم، من بصيته ليكي ولا عشان ما دفعكيش الخلاوه؟ لا يا اخوي، لو كان على الفلوس امرها سهل جدا، اجيبهم في كلمتين وضحكه واحده، لكن النظره بقى تخيبش. المهم انت رايك ايه؟ ما عنديش مانع بس يوافق بشروطي. وايه يا بقى شروطي؟ مش كتير يا، عايزه البيت ده احد المؤاخذه يبقى مهرها الثلاث ادوار. ايوه يا معلم بيوني، وعدم المؤاخذه من بابهم. ماشي، طلباتها مجابة، البيت وصاحب البيت تحت أمرها. ليها أي طلبات تاني؟ الصراحة هو فيه يا معلم يعني، بس يعني كان نفسها تسكن في شقة على النيل. طب والشقة اللي هتاخدها هنا دي هتعمل بيها إيه؟ ما عدم المؤاخذة يعني يا معلمة، الشقة دي هتقلبها استراحة، وهتاخد الدكان اللي هنا تقلبه عطارة وعلافة. ولزومه إيه الشغل؟ لدمت أنا هكفيها من مجاميعه، مش هخليها محتاجة حاجة. أختنا ما تحبش تقعد فاضية يا معلم، بتموت في الشغل زي عينيها، وخصوصا التجارة، نعمل لها إيه بقى؟ ها سيد المعلمين، ما ردتش علينا يعني في موضوع شقة النيل دي. أيوة هنا ولا فين؟ ما هو الشقة على النيل كتير يعني يا معلمة، الزمالك، المعادي، أي حتة، المهم الشقة تكون على النيل. أيوة بس أنتم مش شايفين إن الطلبات دي كتيرة قوي يا معلمين؟ والله يا معلم بيومي، إحنا مالينا دعوة مع الرسول إلا البلاغ. أيوة بس انتوا برضو اخواتها. ما هو اخوات حاجة ومصلحتها حاجة تانية يا معلمة، كده احنا قلنا لك شروطها، قلبها في الطاسة براحتك، لو وافقت حدد معاك كتب الكتاب. لا لا سالم اخوي، احنا ما نفرضش رأينا على حد، اختنا اللي تحدد معاك كتب الكتاب. دماغها ناشفة قوي، بس قلبها بفتة بيضة والله. وبنشوف يا معلم، حتى لو انت ما وافقتش يا دار ما دخلك شر، احنا حبايب زي ما احنا، وموضوع العمارة زي ما هو. قلت يا سيد المعلمين، قال موافق ويختم بالعشرة كمان. وعايز يكتب امتى؟ لا ما انا ما سبتهالوش كده، انا قلت له هي اللي هتحدد معاد كتب الكتاب. خلاص لو عوش وقت من غير ملاوعة يا اختي، خير البر عاجله. في يا سالم انت مستعجل على ايه؟ خايف، مش عايز الزبون يطير من ايدينا. الزبون ده بكره هيبقى جوزي، واللي في جيبه هيبقى في جيب. يا ورده، سالم عنده حق، الراجل بيومي ده راجل عينه زايغه، ممكن في اي ثانيه عينه تزوغ على اي موزه تانيه، والنسوان كتير ويتمنوا عريس زي ده، شويه الفلوس. علي ده برعي كان برقبته، واللي نشك في قلبه فتحي كان برقبة الاتنين. هيوة يا أختي، بس كل ده راح يعني قديمه، خلينا بقى في جديده، ناخد الفرد الجديد وندخله جوه القفص ونقفل عليه قبل ما حد غيرنا ياخده ويرقض له وينتف له ريشه. هو عارف ان انتوا بتتاجروا في الصنف؟ أمال أكيد يا وردة يا أختي عارف، لأن اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى. أيوة يا هريدي، بس أنا على الأقل لازم أشوف الشقة. افرض يا اخويا جاب لي اوضه قد كده فوق السطوح وقال لي دي شقه على النيل. انا متاكد انه ما يقدرش يعمل معاكي كده، لانه عارفك كويس وبيحبك، ومتاكد انك انت اللي ممكن ترميهم فوق السطوح. خلاص وصلوا له الكلمتين دول. وراي وراي كلم بيه المامور. عاوز ترى؟ ايوه عايزك انت. قول لي يا راعي، انت كنت متجوز واحده ثانيه غير بنت العقد؟ ايوه يا باشا. كنت سايب لها العصمه في ايديها؟ ايوه يا باشا. للاسف
طلقتك وردة. أيوة، وده عقد الزواج العرفي اللي انت ماضي عليها تويا. برجلك اليمين. ايوه خليك مغمضه كده، حطهم هنا. يا هاي بيوم افتح. فتح يا حبيبتي. نشربها وحاجة نتسلى فيها ونتفرج على التلفزيون شوية وبعدين نخش اوضة النوم يا شقي. ماشي ماشي، انا هجيب لك كل المشاريب اللي عندك. يا بنت اتأخرت كده ليه؟ اتأخرت على ايه؟ كنت عند امك الست بهيجة. الست بهيجة؟ طب يلا تعالي اركبي تعالي. اجي ايه؟ الا جركب قال يا مسبتي. الله، في يا بنت مالك؟ هو احنا مش بنتقابل في المكتب لوحدينا وكمان بنتقابل في السلالم لوحدينا؟ ما فيهاش حاجه، هاخدك افسحك شويه ونروح الشقه برضو لوحدينا. لا يا اخويا ما اقدرش ابدا. انت بتقول لي انت جننت ولا ايه؟ وبعدين يا سي فتحي بقى انا جايز يا اخويا قوي اتاخر. لا 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 لا، مش هاخرك، هم ساعتين ورجعك البطليه تاني. انا لو اعرف بس انت عمال تحرب على ايه. نتفق. اتفق على ايه؟ في مستقبلنا. مستقبلنا؟ بقولك يا سي فتحي، هي كلمه يا اخويا، مش حاجه معاك يعني مش حاجه معاك. يا بنت استني. يا بنت استني. لا سي فتحي ونبي ونبي فرطني يا بنت. استني استني يا بنت، راح فين؟ هو بقى كده، هو برضو ده مستقبلنا اللي انت جايبني هنا عشان نتكلم فيه؟ بس انا غلطانه اني جيت معاك وصدقتك. يا بنت انا مش فاهم انت زعلانه من ايه؟ ده انا بحبك. هم يا اخويا كله بيحبوا بعض، لازم يعملوا المسخره دي. مسخره؟ فين بقى المسخره دي؟ فين المسخره دي؟ يا بنت ده حب. حب؟ شلها يا حب. على فكره يا اخويا الحب بتاعك ده انا ملياش فيه، مش كل الطير اللي تاكل لحمه. ما عطلكش يا ورده. يا ورده استني. يا ورده يا ورده استني. انا جاي ولا عايز اسمعك ولا تسمعني؟ انا ماشي خلاص. استني ايه اللي انت بتعمليه ده؟ سالم ازيك؟ عامل ايه؟ صباح الخير بالليل يا باشا. ابن حلال ابن حلال، ده انا كنت عايز ادور عليك حالا. امورنا يا باشا. عايزك تعمل لي مشوار كده، عارف مكان عتبه؟ اه. عايزك تروح هناك تجيب شويه جبن شويه مزه، عايز بيره، عارف الراجل بتاع البيره بتاعي؟ اه عارفه يا باشا. هتروح من هناك تجيب لنا كام ازازه، ولو سخنين تستنى لغايه ما يسقعوا. ماشي يا سالم؟ رقبت يا باشا رقبت. حبيب قلبي في الاوبايك يا باشا. اه عيني ليك. صباح الفل. خد يا سالم. صباح الخير. خد يا حبيبي. يلا صباح الخير. صباح الخير. يلا اشرب الفل كبير يا باشا. يلا حبيبي يلا. تعالي بس ايه اللي عارف الواد سالم اخويا المكان هنا؟ هو ده وقته؟ شفتي؟ شفتي نلتك نحس ازاي؟ نحس ايه؟ طب لو كنت اسمع كلامك تاني انا ماشي. تعالي بس تعالي يا بنت. يا بنت انا بحبك قوي. وماله يا اخويا؟ حبني زي ما انت عايز، لكن لا يمكن هتاخد مني حاجه غير بالحلال. ما قلتلكش. يا ورده يا ورده المجنونة. بلدي
تاني، انت رايح فين؟ نازل شويه يا حاج. نازل ايه يا ابني دلوقتي؟ مش في عريس جاي لاختك دلوقتي؟ ما انت الخير والبركه. لا يا حبيبي، انت كمان الخير والبركه، لازم تقعد وتشوف العريس ده هينفع ولا لا. ايوه يا حاج، بس اللي انا عارفه يعني ان مروه موافقه، يعني انا رايي ولا هيقدم ولا هياخر. ازاي بقى؟ افرض ان هي اخطات في اختيارها. ايه مروه خالص، دي دماغ. وبعدين بتفكر كويس قوي يا ابني. ايا كان الامر لازم نقعد نفرز العريس ده، نعرف ايه اصله ايه فصله. ما تتبط يا واد يا فتحي وتترزع خلاص. حابك تنزل دلوقتي؟ وايه يا اختي ده يا واد؟ العريس يقول ايه لما يجي يلاقي ابوك قاعد لوحده؟ مش لازم يلاقيك قاعد جنبه؟ ولا انت في البيت خيال بقاتة؟ طب ايه ان هو اللي جاي حاج؟ خش انت دلوقتي يا ميدو. حاضر يا اخويا. حاج موجود؟ موجود يا سعادة الضابط. دي واحدة، دي واحدة. حاج في واحد ظابط عايز حضرتك. ظابط؟ طب طيب خليك انت يا حاج، انا هروح اشوف فيه. لا لا لا، انا هشوفه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا حاج. اتفضل. انا علي الخولي. يا مرحبا. اهلا وسهلا. اتفضل سيدك. سيادتك برضو اللي سبق زبطنا قبل كده مع العقيد سعد. تمام يا حاج. يا مرحبا، اهلا اهلا. اتفضل. ايه علاء وصل؟ لسه يا ست المتسربعه. امال مين اللي ضرب الجرس؟ واحد ظابط يا بنت جاي بيسال على ابوكي، مش عارفه عايزه ليه. انا بقى عارفه هو عاوز بابا في ايه. عايزه في ايه يا مروه؟ قولي. عشان يخطبني. ايه هو يا بنت الظابط اللي جاي ده هو العريس اللي جاي يتقدم لك؟ ايوه يا ماما. وفيها ايه؟ فيها ايه بقى؟ ما قلتليش ليه من الاول؟ حبيت اعملها لكم مفاجاه. يا مفاجأتك يا اختي يا بتاعت القانون. مالك يا حبيبتي؟ اتخضيتي كده ليه؟ استرها يا رب. تحت امرك يا حضرة الظابط. خير ان شاء الله. هي مروة ما قالتش لحضرتك على الموضوع اللي انا جاي علشانه؟ مروة؟ هو حضرتك جاي بخصوص موضوع يخص مروة؟ هو حضرتك جاي عشان موضوع مروة أختي؟ أيوة. بس أصلي الحقيقة يا يزر نسيت تقولي حضرتك بتشتغل إيه، لكن على كل حال أهلا وسهلا، شرفت. أهلا بحضرتك يا عم. أهلا بيك. يعني حضرتك جاي دلوقتي مخصوص عشان موضوع جوازك من مروة بنتي. ده إذا ما كانش عند حضرتك مانع. سيبك من مانع ولا مش مانع، إنما ما تخزنيش يعني. هو حضرتك تعرف مروة منين؟ ما هو واضح أوي إن حضرتك مش زميلها في الكلية. هو في الحقيقة أنا شفتها عند واحدة قريبتي وزميلتها في الكلية أكتر من مرة، واتكلمت معاها فعجبتني شخصيتها جدا وأخلاقها، وخصوصا لما عرفت إنها من عند ناس طيبين وأهلها بيعرفوا ربنا كويس. نحمة ربنا الحمد لله. طب لا مؤاخذة في السؤال، يعني لما زميلتها قريبة حضرتك، ليه حضرتك ما فكرتش تتقدم لزميلتها وتتجوزها؟ لا يا عم، حضرتك دي مخطوبة بقالها سنتين. ويا ترى عدم المؤاخذة يعني هي ليه ما تممتش جوازها؟ هي عاملة زي مروة كده، اهتمامها كله بالدراسة. وبعدين يا عم قريبتي دي لو مش مخطوبة ما كنتش برضه هفكر اتجوزها. ما كنتش هتفكر تتجوزها ليه؟ يعني مش الانسانة اللي في دماغي. وان شاء الله بقى بنتي انا مروة هي طلعت الانسانة اللي دخلت دماغك. مظبوط يا عم. ويا ترى دخلت دماغك من ناحية ايه بقى؟ زي ما قلت لحضرتك، شخصيتها واخلاقها كويسة. يا ترى هما دول بس الاسباب؟
مش فاهم حضرتك. يعني ما فيش حاجة بخصوص إنها من عيلة كبيرة وإن أبوها غني أو إن عندها عربية، ما تأخذنيش حاجات من دي يعني. في الحقيقة أنا معرفتش موضوع الغنى ده إلا من وقت قريب بس، وده اللي خلاني خفت. خفت من إيه بقى؟ يعني لكونوا فاكرين إن أنا داخل على طمع. هو حضرتك متخرج بقالك قد إيه يا أخ علاء؟ سنتين ونص. وماسك فين؟ مكافحة المخدرات. إنما قول لي يا ابني، هو الإخوة في مكافحة المخدرات دول بيدوك ما هي كام بالظبط؟ هما اتأخروا قوي كده ليه؟ كويس يا حبيبتي، انت عارفة معنى التأخير ده ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان ابوك راضي عنه، لو ما كانش راضي عنه كان قال له يلا مع السلامة على امك. بس المفروض يعني بابا يناديني عشان اقعد معاهم واعرف بيقولوا ايه. تقعدي معاهم ده ايه يا بنتي؟ انت اتجننتي؟ دي قعدة رجالة، ابوكي قاعد معاه بيجيب قراره، ده جواز يا مروة مش لعبة. وانت عارفة يا حبيبتي غلاوتك عند ابوكي عاملة ازاي؟ يقوموا يتأخروا قوي كده؟ يا بنت ابوكي قاعد بيفليه، عايز يعرف اصله من فصله. انا عارفة كل حاجة عن علاء، ابوه بيشتغل ايه، عايشين فين، وانا دخلت بيتهم. يا نهار ابوك يا سويت، انت رحت عندهم البيت يا بنت؟ انت عاملة تعمليها يا مروة؟ اخس عليكي اخس. ودي فيها ايه؟ ده واحد عايش مع والده ووالدته واخته. طب بس تخرسي خالص واخفي على الخبر ده مجور، لحسن لو ابوكي خد خبر هيقطع رقبتك وهيفشكلك الجوازة حتى لو وطيتش على رجليه ووسطيها. لا يفشكلك الجوازة، هقفل بقي خالص. حاجة يبالنا ظبط وجاية. استاذنا. طيب يا ابني بسلامة. ما لسه بدري يا اخ علاء. الف سلامة. اتفضل. شرفت شرفت. صباح الفل يا باشا. ازيك يا فتحي؟ ازيك يا سالم؟ الحمد لله يا باشا تمام. امال البنت وردة فين؟ موجودة يا باشا. طيب ابعتها لي عشان عايزها تروح تشتري لي حاجة. عينيا يا باشا. حالا لا شيء عليك يا باشا. جابوا يا اخويا بدري قوي كده وعايز مني ايه؟ يا بنتي يا بنت، احنا مالنا هو عايز منك ايه؟ احنا هنحاسبه. اجري يلا شوفي عايز ايه بسرعه. طيب امسك انا في القهوه احسن، بعدين تفوق. نعم يا سي فتحي. طب ايه؟ في صباح الخير؟ بس كده؟ صباح الخير. طب تعالي، توقف عند الباب ليه؟ تعالي خش. عايز ايه يا سي فتحي؟ خش. وحشتيني، وحشتيني قوي. لحقت من امبارح وحشة؟ لا، بطلوا ده واسمعوا ده. امبارح ايه؟ ده امبارح واول وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. يا بنت انا مش عارف ايه اللي جرالي، انت عملتي فيها ايه؟ انا يا اخويا ما عملتش حاجه فيك، انت اضرب روحك. مش المفروض برضو انت اللي تدري بيا؟ لا 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 لا، ما فيناش من مد العيد. يلا قول انت عاوز ايه، عندي شغل كتير. عايز اشوفك. يو ده ايه اصله ده من قدامك اهو. لا يا بنت، عايز اشوفك بره. يا لهوي، لا يا اخويا انا ملياش في الكلام ده، الكلام ده تعمله مع النسوان اللي انت داير معاهم، لكن انا لا. يا بنت انا بحبك. ها اشوفك امتى؟ بعينك. انا قلت لك انا ملياش في الحاجات دي. انا مش فاهم يا ورده، انا مش فاهم انت بتعذبيني كده ليه. انا ولا عارف اذاكر ولا عارف انام ولا عارف اعمل اي حاجه، ولو سقطت السنه دي هبقى سقطت بسببك. طب انت طول عمرك بتسقط، كنت انا برضو السبب. عندك حق، بس الكلام ده قبل ما حبك يتمكن من قلبي. جرايه يا سي فتحي، انت يا اخويا هتعملهم عليا ولا ايه؟ ايه مش مصدقاني؟
مش مصدقك. انت ورده؟ ورده يا ورده فين يا سامي؟ عايزه تعملي كوبايه شاي لحسن دماغي هتفجر. عند سي فتحي فوق. ايه؟ وسي فتحي جه؟ اه امتى؟ ده من يجي 10 دقايق كده. واخدك عندك؟ القهوه فارت. انت رايحه فين؟ انت كدبت يا راجل انت ولا ايه؟ اخويا واقف بره. استني بس واسمعيني يا حبيبتي. حبيبتي؟ الاسطوانه دي ما بتخش عليا. حبيبتي عمري روح قلبي. يا بنت اسمعي الكلام اللي هقوله لك. اسمع انت بقى يا سي فتحي. انا اسمي يا اخويا ورده. وهفضل طول عمري ورده مفتحه. محدش هيدبلني ابدا. الاسطوانه دي بقى يا اخويا تقولها للنسوان اللي بره. يعني بمعنى اصح تدبلهم. لكن انا. اعمل لك شيء يا سي فتحي. كنت فوق عنده تعمل ايه يا بنت؟ تكون بعمل ايه؟ كان عايز مني شاي. شاي؟ شاي شاي كل قاعد دي عشان يقول لي تعمل لي شاي. انت عبت؟ كنت كمان بوضب له المكتب فيها ايه دي بقى؟ وهو ايه اللي قعده في مكتب ابوه؟ هو انا ايش عرفني يا اخويا؟ اطلع اساله اقول له ايه اللي مقعدك في مكتب ابوك؟ عن اذنك. شكلك مش هتجيبيها لبرا يا ورده. تعبانه زي كل مره. ايه هو احنا مش قد المقام ولا ايه؟ ما تتلم بقى يا لولا وحط لسانك جوه بقك. ايوه يا لولا دي بنت العقاد. عارفه يعني ايه بنت العقاد؟ ايه يا جماعه هو انتوا كلكم هتترعبوا منه ولا ايه؟ طب انا دي واحده كده يا جماعه ولا دقيقتين يا روحي هيجرى ايه؟ ابسط يا عم لولا ادتك كمان دقيقه زياده ومن عندي خد دقيقه. اخس عليكم يا جماعه انتوا عايزين تخلصوا منه ولا ايه؟ طب ده حفظي ده حبيبي. ما تعوضيش في الكلام قوي لحسن مراته تسمعك. مش بقول لكم مش هتجيبوه انتوا البر النهارده. امسك ده. هي الولية مراته دي شايلة مناخيرها فوق ليه يا صلاح؟ يا جماعة ما سمير قال لكم دي بنت العقاد. عارفة يعني ايه بنت العقاد؟ يعني معقدة. قلت لي بقى. طب تيجي نتراهن اذا كانت هتيجي تقعد معانا ولا مش هتيجي؟ وبعدين معاك يا بطل ما تبقيش بايخه بقى يلا قومي معايا. مش قايمه يا حبيبتي. طب انا هطلع اقول لاصحابي ايه؟ اقول لهم مراتي مش عايزه تطلع تقعد معاكم؟ يا اخويا انت حر قول لهم اللي تقول بس المهم بقى يا حبيبي انا ما اقدرش اقعد في جو زي ده كله سكر ومسخره. ليه بس يا حبيبتي؟ طب وما تقوليش ليه يعني ان هو جو انبساط وفرفشه وبعدين حد يطول قاعده زي ده يا بطل؟ ده بيقولوا ان ساحه الحظ ما بتتعوضش. الكلام ده تقوله يا حبيبي لما نكون كده قاعدين انا وانت لوحدينا مش مع الاشكال دول. ومالهم بقى دول؟
تقدري تقولي لي ايه اللي مش عاجبك فيهم؟ تقدر انت تقول مين النسوان اللي قاعده بره دي وجايين من اساسه مع مين؟ دول كلهم صحاب ومخطوبين. ايه مخطوبين؟ مين خاطب مين؟ هو انت عايز تقولي ان الواد سمير البايظ ده خاطب؟ دي سيرته في الحته زي الزفت وعلى كل لسان. وافرض يا اخويا ان اللي بره دول مخطوبين زي ما انت بتقول، تقدر تقولي انهي واحد ده ما عندوش كرامه ولا شرف مخلي بنته سهرانه مع خطيبها بعد نص الليل تذكر وتحشش؟ ما هو اهاليهم عارفين ان هم جايين في بيت محترم. هو انت خليته محترم؟ يعني ايه بقى؟ يعني تخرج كده بجلاله قدرك تضرب كل اللي قاعدين بره دول؟ انا خلاص ما بقتش قادره استحمل اللي بيحصل في بيتي ده. لا طبعا انا ما اعرفش اعمل حاجه زي كده. انت جننتي ولا ايه؟ انا فعلا ابقى مجنونه لو استنيت هنا معاك. انا لازم اشوف نسافه في اللي بيحصل. انت هتسرقيني ليه؟ ده هي تقل مزاجك يا شيخه زي ما قلتي مزاجي كده. يا حفظه بتشتمني عشان شويه الزباله اللي قاعدين بره دول؟ طب والله ما انا هعدلك فيها من بكره في 60 داهيه.